أشرف والي ولاية المدية السيد جهيد موس على مراسيم الاحتفال الرسمي الخاص بالسنة الأمازيغية بمقر دار الثقافة بالولاية، حيث نظمت مسابقة لأحسن يناير تحت تأطير مديرية الثقافة والفنون وبالتنسيق مع المكتبة الرئيسية. وعرف الحفل مجموعة من النشاطات الثقافية والفنية، منها عروضا مسرحية للأطفال بعنوان يناير الخير. واستمر الحفل بعرض العادات والتقاليد التي تزخر بها الولاية، من بينها اللباس التقليدي الذي يبرز الثراء، التنوع والاختلاف من منطقة إلى أخرى. أول مرة نشارك في المعرض، مرحبا بكم. احنا مشروع هذا تاع ديبلوماتيك وكريستال. فيما توجت دائرة شلات العذاورة بالمرتبة الأولى في مسابقة أحسن يناير لهذه السنة، بعد عرض جمعية أمل المرأة العذاورية لتراث المنطقة من ألبسة ومأكولات تقليدية مكنتها من افتكاك المركز الأول بكل استحقاق، لتؤكد المرأة العذاورية مرة أخرى مكانتها المعهودة في المحافل الولائية. ويبقى الهدف من هذه التظاهرة هو إبراز الموروث الثقافي الذي من شأنه المحافظة على الهوية واللحمة الوطنية. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.